السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشهلي، مرحبا بكم من جديد. اليوم هنشوفوا صفحة 49 من كتاب الجيد في الرياضيات المستوى الرابع ابتدائي الطبعة الجديدة. مازال متابعين مع درس التقنية الاتية ديال الضرب، وصلنا لأقوم تعلماتي التمرين رقم 11. قالك اكتشف الخطأ في كل عملية وأصححه. هنراقبوا هذه العمليات هذو ونشوفوا في كاين الخطأ. هنا نتبعوا هذه العملية الأولى، 437 في 36، 6 في 7 2 و4 نكتب 2 نحتفظ ب4، 6 في 3 18 و4 18 و4 22 نكتب 2 نحتفظ ب2، 6 في 4 24 والاثنان 26 صحيحة لحد الآن. هنا خطأ لأن ما دارش النقطة باش ينتقل للعشرات، إذا هنا العملية خاطئة. نعاودوها، تابعوا معايا مزيان. 437 مضروبة في 36، نديرو السطر ديالنا ونبداو نخرجو. إذا قلنا 6 في 7 42 نكتب 2 ونحتفظ ب4، 6 في 3 18 و4 22 نكتب 2 ونحتفظ ب2، 6 في 4 24 والاثنان 26. نديروا النقطة ديالنا هنا، فين غلط هو نخرج العملية. 3 في 7 نضربوا دابا العشرات، 3 في 7 21 نكتب 1 ونحتفظ ب2، 3 في 3 9 والجوج هي 11 نكتب 1 ونحتفظ بواحد، 3 في 4 12 والواحد هي 13. نديرو السطر ديالنا ونديرو الجمع ديالنا، واضح؟ إذا هنا 2، 2 زائد 1 3، 6 زائد 1 7، 2 زائد 3 5 و1. شفتو؟ هو مختلف تماما. وخا الاخرين داروها 1311، الفرق هو ان النقطة ما دارهاش. شوف جا الخارج مختلف تماما، الخارج اللي دار من العملية الاول. ندوزو العملية الثانية نشوفو واش كاين فيها شي خطأ ولا لا. 5 في 9 45 نكتبو 5 ونحتفظ ب4، 5 في 3 15 و4 الاحتفاظ هي 19 نكتبو 9 ونحتفظ ب1، 5 في 7 35 و1 36. ها هو دار النقطة ديالو. 8 في 9 72 نكتبو 2 ونحتفظ ب7، 8 في 3 24 و7 1 24، ها هو هنا كتب ديريكت 24 و7 31. إذا هنا غلط، نسى الاحتفاظ اللي دار هنا، إذا العملية خاطئة. نعاودوها من الأول، لاحظوا معايا مزيان. 739 مضروبة في 85، نديرو السطر ديالنا ونخرجو العملية. 5 في 9 قلنا 45 نكتبو 5 ونحتفظ ب4، 5 في 3 15 و4 19 نكتبو 9 ونحتفظ ب1، 5 في 7 35 والاحتفاظ 36. نضع النقطة لأننا سنمر للعشرات. 8 في 9 72 نكتبو 2 ونحتفظ ب7 كما كتشوفو ها هو هنا. 8 في 3 24 و7 31، هو دار غير 24 مباشرة، نسى الاحتفاظ. إذا نكتب 1 ونحتفظ ب3، 8 في 7 56 و3 59، واضح؟ نديرو السطر ديالنا، واضح؟ ونخرجوا العملية ديالنا، نديرو الجمع. 5 زائد لا شيء 5، 9 زائد 2 11 نكتب 1 ونحتفظ ب1، 6 زائد 1 7 والاحتفاظ كيولي 8، 3 زائد 9 12 نكتب 2 ونحتفظ ب1، 5 زائد 1 6. تلاحظوا إذا الخارج هو 62815. نمروا للعملية الأخيرة نشوفوا فين غلط بعدا. لا كان غلط. 7 في 6 42 نكتب 2 ونحتفظ ب4، 7 في 8 56 و4 60 نكتب 0 ونحتفظ ب6، 7 في 5 35 و6 41 صحيحة. نديرو الصفر ولا النقطة بحال بحال. 3 في 6 18 نكتب 8 ونحتفظ ب1، 3 في 8 24 و1 25 نكتب 5 ونحتفظ ب2، 3 في 5 15 و2 17. ها هو نسى هذا الاحتفاظ هذا هنايا، إذا العملية كلها خاطئة. إذا نسيتي الاحتفاظ غير مرة واحدة مشيتي. إذا نعاودوا العملية. 586 مضروبة في 7
وثلاثين. نديرو السطر ديالنا ونبداو نخرجو. قلنا 7 في 46 نكتب 2 نحتفظ ب4، 7 في 8 56 و4 في 60 نكتب 0 ونحتفظ ب6، 7 في 5 35 و6 41. نديرو النقطة ديالنا، 3 في 6 18 نكتب 8 ونحتفظ ب1، 3 في 8 24 و1 25 نكتب 5 ونحتفظ ب2، 3 في 5 15 و2 17. واضح. نديرو السطر ديالنا دابا ونديرو الجمع. 2 زائد لا شيء 2، 8 زائد 0 8، 1 زائد 5 6، 4 زائد 7 11 نكتب 1 نحتفظ ب1، 1 والاحتفاظ 2. إذا الخارج هو 21682. نمر الآن للتمرين رقم 12، تابعوا معي جيدا. تمرين 12 يقول: أحسب الجداء 725 في 48 ثم ألون بالأخضر بطاقة الجداء الصحيح. إذا ندير الجداء 725 في 48، نديرو السطر ديالنا ونبداو نخرجو. 8 في 45 نكتب 0 ونحتفظ ب4، 8 في 2 16 و4 20 نكتب 0 ونحتفظ ب2، 8 في 7 56 و2 58. نديرو النقطة ديالنا، 4 في 25 نكتب 0 ونحتفظ ب2، 4 في 2 8 و2 10 نكتب 0 ونحتفظ ب1، 4 في 7 28 و1 29. نديرو السطر ديالنا والزائد ديالنا ونبداو نخرجو. 0 زائد 0 تساوي 0، 0 زائد 0 0، 8 زائد 0 8، 5 زائد 9 14 نكتب 4 ونحتفظ ب1، 2 زائد الاحتفاظ 3. إذا الخارج هو 34800. ولاحظوا معايا فين مكتوب 34800، هي هذه، قالك لونوها بالأخضر، هو الجواب الصحيح لونوها بالأخضر. ناخذ ملون أخضر ونلونو هذا الخارج. واضح النتيجة هي اللي لونها الأخضر لأن هي النتيجة الصحيحة. نمروا الآن للتمرين رقم 13، نشوفوا شنو مطلوب منا فيه. ألاحظوا وأشطب البطاقة الخطأ. لاحظوا معايا هنا، نشوفوا العملية، نشوفوا العملية. 4 في 6 24 نكتب 4 نحتفظ ب2، 4 في 2 8 و2 10 نكتب 0 نحتفظ ب1، 4 في 4 16 و1 17. نديرو النقطة ونجيو هنا، 3 في 6 18 نكتب 8 نحتفظ ب1، 3 في 2 6 و1 هي 7 صحيح، 3 في 4 12 كنكتبوها هنا. إذا هنا نديرو الجمع ديالنا، 4 8، 7 و7 14 نكتب 4 نحتفظ ب1، 1 و2 3 الاحتفاظ هي 4 1، ها هو كاين. إذا العملية صحيحة. شنو بغينا نقول لك؟ نتيجته 426 في 3، هذا 426 في 3، ها هي 426 ضربها في 3، بعد أصلا ماشي 3 هذه 30، 26 في 3 في السطر الأول. واش هاد النتيجة ديال 426 في 3 كاينة في السطر الأول؟ لا، لأن السطر الأول فيه 426 في 4 هي الصحيحة. إذا غنضربو على نعم وغنخليو لا، لا هي الصحيحة. إذا هذه ماشي نتيجة 426 في 3 في السطر الأول، نتيجة 426 في 4 في السطر الثاني، 426 في 4 لا ماشي في السطر الثاني وإنما في السطر الأول. إذا غنضربو على نعم ونخليو لا. أنا نتيجة 426 في 30 في السطر الثاني، 426 في 30 كاينة السطر الثاني صحيح. إذا نعم، وغنضربو على لا، لا اللي خطأ، نعم اللي صحيحة. نمروا الآن للتمرين 14، كاين في أدعية ومكتسباتي. لاحظوا معايا مزيان، شوف شنو مطلوب منا في التمرين 14. قالك يستهلك حصان في كل يوم 16 كيلوغرام من العشب، ياك؟ واحد العود كياكل 16 كيلو ديال الربيع ويشرب 42 لتر من الماء. أحسب الكمية المستهلكة من العشب بالكيلوغرام ثم من الماء باللتر خلال 10 أيام. دابا سهلوا علينا لأننا غنضربو فقط في 10، إذا عنده 16 كيلو د العشب فاش في 10 أيام شحال كتساوي؟ 160. إذا 160 كيلوغرام ديال العشب اللي كياكل.
وبالنسبة للماء عنده 42 لتر، ها هي كما كتشوفوا نضربوها في 10 ايام. سهل، ملي كنضربوها في 10 كنزيدوا غير الصفر، فهمت؟ كما زدنا الصفر على 16 غنزيدوا ثاني الصفر على 42، اذا هي 420 لتر من الماء بكل بساطة. ندوزو للتمرين رقم 15، لاحظوا معايا مزيان. رقم 15 كيقول لك يخصص مدير مدرسة 28 درهم في الشهر لشراء مجلات، احسب ثمن شراء المجلات لمدة سنة كاملة ثم لمدة 3 سنوات. إذا عندنا 28 درهم في الشهر، فاش غنضربوها؟ 20 درهم غنضربوها في 12، لأن السنة فيها 12 شهر. شحال كتساوي؟ المجموع كتجيو ديرو عملية الضرب، أجيك 336 درهم في السنة. إذا كيخسروا 336 درهم في السنة ديال القسط ديال المجلات. نشوفوا في 3 سنين، يعني هذا الشيء اللي خرج لك 336 عاد ضربوه في 3 المرات، 3 السنوات، ان هذه سنه وانت خصك 3 السنوات، يعني ضرب في 3 اجيك 1008. تيدير العمليه، ديروها، العمليه سهله جدا، 3 سنوات، واضح. نمر الان للتمرين رقم 16. التمرين رقم 16 يقول تحمل شاحنه لتوزيع قارورات الغاز 105 القارورات الكبيره. كاك شي كاميو كيدير بيع البوطه فيه 105 البوطة كبيرة، تزن كل واحدة 12 كيلو، هاد البوطات كل بوطة فيهم الكبار عندهم 12 كيلو، و 125 قارورة صغيرة، يعني بوطة صغيرة، تزن كل واحدة منها 3 كيلو، يعني البوطات الصغار في الوزن ديال 3 كيلو، أحسبوا حمولة الشاحنة. إذا هاد 105 ديال البوطات الكبار فاش غنضربوهم؟ غنضربوهم في 12 كيلو، 105 كل واحدة فيها 12 كيلو، مع دير العملية، أجيك 1260 كيلوغرام. البوطات الصغار شحال عندنا؟ عندنا 125 مضروبة بشحال، شحال الوزن ديالها؟ 3 كيلو، 3 كيلو شحال كتساوي؟ 125 مضروبة في 3 هي 375 كيلوغرام. إذا هكا نعرفوا الوزن ديال الشاحنة، نجمعوا هذه مع هذه، 0 زائد 5 5، 6 زائد 7 13، نكتبوا 3 ونحتفظوا بواحد، جوج زائد 3 5 الاحتفاظ 6 1. اذا شحال الحموله ديال الشاحنه؟ هي 1000 حموله الشاحنه بكيلوغرام، هي هذه 1635 كيلوغرام، واضح. اذا هكا نكمل التمارين ديال الصفحه 49، الى اللقاء.